بعد رسالة شقيق زوج ريهام حجاج لياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي يدخل على خط الأزمة. أنا اسمي رامية حلاوة، أخت محمد حلاوة. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. ولو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكومنت وشير. تعبان عشان الاحترام عدلته تبقى رايح جاي. في إطار الحرب الكلامية والتصريحات النارية بين ياسمين عبد العزيز من جهة وبين ريهام حجاج وشقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة من الجهة الأخرى، قرر أحمد العوضي الدخول على الخط، ومن خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب منشور قال فيه: الاحترام عدلته يبقى رايح جاي، احترمك هتحترمني، الاحترام ابو جهة واحدة ده انا ما بعتمدوش. وفي وقت سابق وجه الفنان أحمد العوضي رسالة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام وعلق: بحبك. وربط الجمهور بالمنشور الفنان أحمد العوضي وبين الرسالة التي وجهتها لمياء حلاوة شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة. أنا اسمي رامية حلاوة، أخت محمد حلاوة. الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتي وأختي ومرات أخويا، وكنت فرحانة جدا بيه، وشفت إنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها. وتسببت منشورة أحمد العوضي في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال خالد عز الدين: قصف جبهة جامد قوي. وكانت شقيقة محمد حلاوة وجهت رسالة قاسية لياسمين عبد العزيز، حيث هاجمت شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة لمياء حلاوة الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر فيديو نشره محمد حلاوة على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. الحاجة اللي ضايقتني وأزعجتني جدا، ودي حاجة عائلية، إن أنا فوجئت من كام ساعة بكلام بيتقال على حرابيق وكلام ما يصحش يتقال. وأضافت: يا جماعة احنا بقالنا 3 سنين بنتحارب ونتهاجم ويتقال علينا كلام غلط. يا جماعة احنا بقالنا 3 سنين بنتحارب وبنتهاجم وبيتقال علينا كلام غلط، واحنا ما بنردش عشان خاطر مصلحة ولادنا، عشان خاطر ده اللي احنا اتعلمناه في الدنيا، ان احنا نخاف على ولادنا. بس الظاهر ان في ناس تانية مش فارق معاها الكلام ده. احنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك، ومش بس كده ما بنفتكركيش، واحنا عايزينك انت كمان تركزي في صفحتك وتنسينا. وتبعت: حاولي تكوني سعيدة لان احنا بقينا سعداء. وحاولي ان انت تكوني سعيدة لان احنا بقينا سعداء واحنا بعيد عنك. يا رب الكلام ده يوصلك، لان غير كده انا اظن ان انت هتبوظي الصفحه الجديده بتاعتك هي كمان. ده اللي انا عايزه اقوله لك، وده اللي انا عايزه اقوله لمصلحه ولادك. احنا كاسره خلاص، انا بكلمك عني وعن اخويا وعن مراتك. بدات الحكايه مع اعاده ياسمين عبد العزيز نشر مقطع من مقابله لبوسي شلبي في شهر رمضان الماضي ببرنامج شيخ الحاره والجريئه مع ايناس الدغيدي. ياسمين عبد العزيز الفنانه رقم واحد في مصر، انها بتنجح سينما وتلفزيون، ابيض ولا اسود؟ يسرى الفنانه رقم واحد في الوطن العربي. حيث سالت الدغيدي: هل تعد ياسمين عبد العزيز رقم واحد لنجوميتها بالسينما والتلفزيون؟ لترد بوسي بان يسرى هي رقم واحد. وأصرت بوسي شلبي على رؤيتها رغم محاولة إناس الدغيدي تأكيد أنه لا خلاف على يسرى، مع توضيح اختلاف الأجيال واختيارها لياسمين عبد العزيز بسبب ذلك. وردت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام مستعينة بإيموشنات ضحكة معلقة عليها بقولها: هموت. وفي الوقت الذي تداول فيه رواد السوشيال ميديا رد ياسمين عبد العزيز الساخر من تصريحات المذيعة بوسي شلبي في حقها، تجاهلت الأخيرة ما حدث ونشرت برومو لقاء تلفزيوني مرتقب يجمعها مع الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها بانستغرام. ارتباط اسمين مشهورين بمحمد، كل الأطراف اتجوزت وكل واحد سعيد بالطرف الآخر اللي معاه. وظهرت بوسي شلبي خلال برومو لقائها مع ريهام حجاج، والذي وصفته بأنه
حلقة خاصة جدا، وتأكدها أنها لم تظهر خلال 6 سنوات، وستفتح الصندوق الأسود وتكشف جميع الأسرار. وتتحدث ريهام خلال اللقاء عن مشوارها الفني. الناس مش المفروض اصلا انها تحكم او تتكلم في حاجه شخصيه زي دي. واعتقد برضو يعني لما حصلت ان انت اتجوزتي كان استحاله العوده للطرف الاخر شرعا. وبعد عرض الحلقه حرصت الفنانه ياسمين عبد العزيز على التعليق على تصريحات الفنانه ريهام حجاج في حلقتها مع الاعلاميه بوسي شلبي في برنامج سهره خاصه على قناه النهار. ونشرت ياسمين على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صوره لزوجها الفنان احمد العوضي من احدث مسلسلهما الرمضاني الماضي اللي ملوش كبير، معلقه عليها على لحكايتكم يا جوز حربي. وكانت ياسمين نشرت صوره قبل قليل كاتبه: تخيل انا حرق لك دمك من غير ما اعمل لك حاجه، ما بالك بقى لو عملت. وكتبت تعقيبا عليه: الصمت مش ضعف، الصمت قوة. ولما ظهرت ياسمين مع منى الشاذلي في وقت المشكلة وطلاقها ما لمحتش ابدا ولا كلمة عن ريهام، بالعكس كانت مدحت طليقها واكدت ان الطلاق كان رغبتها. محمد ده ابو عيالي وراجل محترم جدا، دي كانت على رغبتي انا اللي كنت عايزة اتطلق. قعدنا متجوزين 17 سنة وعرفوا وانا عندي 18 سنة. برنامج ده اتصور اخر رمضان اللي فات، ما اتصورش امبارح ولا اول امبارح ولا لسه متصور قريب يعني. عبوسي وانما تاني يوم نشرت ستوري بتبارك فيه لابن محمد حلاوة ايمن، ده بالإضافة لمباركة محمد لابنه في الوقت اللي اتجاهل بنته من ياسمين عبد العزيز وما همهاش على تخرجها مؤخرا. خرجت الإعلامية المصرية بوسي شلبي عن صمتها وردت على الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بعد الأزمة التي نشبت مؤخرا عندما استضافت الأولى الفنانة ريهام حجاج زوجة محمد حلاوة وطليق ياسمين عبد العزيز. وردا على سؤال حول تعليق ياسمين عبد العزيز على تصريحاتها ببرنامج الشيخ الحارة بأن يسرى هي رقم واحد في المشاهدات في مصر والعالم العربي. يسرى نمبر 1 وهتفضل نمبر 1 ويسرى أجمل حاجة في الدنيا. قالت بوسي شلبي في تصريحات لموقع ليالينا أن الموضوع مش يسرى، أنا مقتنعة أن يسرى نمبر 1 وهتفضل نمبر 1، وأن الموضوع الطرف الثاني ما زال يحب الطرف الأول وأنا لست طرفا في الموضوع. هو الموضوع أن الطرف الثاني لسه بيحب الطرف الأول وأنا مش طرف في الموضوع. مش موضوع يسرى، لأن هي مقتنعة كويس جدا أن يسرى نمبر 1. هو الموضوع أن الطرف الثاني لسه بيحب الطرف الأول وأنا. وصفت يسرى بقامات الوطن العربي مع عادل إمام، مؤكدة أنها تفتخر بهما في الوطن العربي، وهذا رأيها ورأي ناس ورأي الإعلاميين والصحفيين ورأي التوزيع الخارجي. إن إحنا لو بصينا للبيع الخارجي في كل المنطقة العربية يسرى أكتر واحدة بتبيع. وتأتي تصريحات بوسي شلبي ردا على تعليق الفنانة ياسمين عبد العزيز على لقائها في برنامج الشيخ الحارة والجريئة مع المخرجة إيناس التجيدي في رمضان الماضي والذي قيمت خلاله موسم دراما رمضان 2021، وقالت أن الفنانة يسرى هي رقم واحد وستظل رقم واحد. وقالت بوسي شلبي أن يسرى ما زالت تنجح سينما وتلفزيون وتحتل أعلى نسبة مشاهدة، وليست ياسمين عبد العزيز لأنها لم تكن على الساحة ولم تكن ظاهرة. وعلقت ياسمين عبد العزيز على الفيديو بطريقة ساخرة